بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المحاضرة اللي هي الجزء الثالث من المونوكلونال أنتي بوديز. قبل ما أبدأ في المحاضرة أنا يعني كنت حابب أنوه لبعض الملاحظات السريعة في خصوص الجين تكنولوجي ان فارماسيتيكال بايو تكنولوجي. الكويزات اللي انا بقدمها على برنامج الادمودو هي كويزات متعلقه اولا بالمحاضره الاسبوعيه. يعني انا بنزل محاضره اسبوعيه سواء من جزء او من جزئين كفيديو. هذه المحاضرة هي فقط يعني شغل الأسبوع هو فقط ما ينزل على شكل كويز. تمام، هذا الكويز البسيط اللي أنا بعمله وإحنا دارجين يعني عليه من أول الفصل. بالنسبة للكويزات اللي نزلتها الكلية، الكلية عملت جدول كويز واحد وكويز اثنين. أنا حألتزم بكويز واحد وكويز اثنين إذا أنتم بدكم، بمعنى أنه أجيب كويز رقم واحد وأعمل كل ما سبق فيه هيك التعليمات، وكويز اثنين وما سبق فيه. لكن أنا شايف أنه إحنا نظلنا على نمط المحاضرة تبعتنا والكويز البسيط اللي أنا بعمله كل نهاية أسبوع. الكويز اللي أنا بعمله بنفتح لمدة 3 أيام. تمام، وأي حدا بيصير عنده خلل يتواصل معي وانا بأجدد له الكويز، بفتح له اياه من جديد. تمام، بمعنى انه بعمل تنسيب للكويز لهذا الطالب، لكن ممكن اغير شيء بسيط في الكويز، يعني ممكن اغير سؤال سؤالين، يعني اشيل معلومه احط معلومه في الكويز، وبذلك الكويز بيكون مخصص لهذا الطالب ومكيف بحيث انه يكون يؤدي الغرض مساواة أو أسوة بزملائه. ما في حدا يقلق، ما في اللي مسافر رجع من السفر حيأخذ كوزات كافية، يعني هو يفتح الفيديوهات اللي أنا تبقى نزلتها بالنسبة للمساق، يدرس الفيديوهات ويسمع ويتابع. وقت إيش هو بكون جاهز، حاب يكون جاهز للكوز يبلغني، يا دكتور أنا جاهز للكوزات كويز واحد كويز اثنين ثلاثة كويزات وهكذا. فأنا ممكن أعمل لك بالتفاهم معك الكويز اللي بدك إياه في الوقت اللي بدك إياه، ولو لحقلك من دون الناس، يعني من دون باقي المجموعة. تمام، لكن الكويز اللي بنزل مع المجموعة يعني يمكن يكون أسهل على الجميع أنه يمشي بالكويزات زيه زي غيره، وخاصة أن أنا بعطي 3 أيام للكويز، بعطيش كويز في يوم واحد. تمام، زي ما قلت كمان كمية الكويز، كمية المادة المطلوب من الكويز فقط هي بتاعة الأسبوع نفسه. هذا النمط احنا اصلا كنا بدين معه من الاول، وكان اللي هو النمط يعني او الكوزات بتنزل على الادمودو، وكمان الاعلانات المساق بنزلها على الادمودو، كمان محاضرات المساق بنزلها على الادمودو. ولذلك كل شيء تقريبا انا بنصح انك تتابعه على الادمودو، لانه في ناس مسجلين في مش مسجلين بالنسبه للاوراكل او للويبينار او للمودل على صفحات الجامعة، في ناس مش مسجلة، فأنت يعني حنتغلب في قصة التسجيل. اتفقنا، فأنا بقول حنزل على المواقع الجامعة الرسمي، موقع الجامعة الرسمي، لكن حتابع أكثر وبنصح أتابع أكثر في الإدمودو. زي ما قلت لك ما حدش يقلق، كل شيء له حلول، بمعنى أنا بعمل لك كويز على قدك، بعمل لك كويز في الوقت اللي أنت بدك إياه مناسب إليك. تمام، وبنتفاهم على ذلك بيني وبينك. بالنسبة للاختبار النهائي ما يتقرر الجامعة بنمشي فيه، لكن غالبا أنا حيكون في إلي نمط خاص من التسهيل، يعني أنا ما بدي حدا يقلق، ما بدي حدا يتوتر في موضوع التقييمات نهائيا. اتفقنا. المونوكلونال أنتيبوديز بارت 3 أنا حتكلم فيها على الماب ثيرا الجزء الأول. كنت وقفت أنا على واحد من المونوكلونال أنتيبوديز اللي هو عبارة عن كان تشايميريك، وقلنا تشايميريك أنتي بودي إيش يعني؟ تشايميريك أنتي بودي كان يعني اللي هو عبارة عن ماوس and human أنتي بودي mixed، يعني في عندنا جزء من الهيومن وفي عندنا جزء من الماوس. هذا الأنتي بودي بكون
مختلط بين نوعين الانتيبادز، وغالبا احنا بناخذ الجزء الخلفي اللي هو كونستانت من الهيومن، بينما الجزء الامامي اللي هو الفاب دومين بناخذه من اللي هو اسمه ايه الميورين بالنسبه للماوس. طيب بالنسبه للانتيبادي اللي انا بحكي عليه الان هو عباره عن المابثيره، ممكن كلكم سمعتوا عن المابثيره، والمابثيره علاج بيجي على البلد هنا بشكل يعني شوي عندنا مقطع وبغلبوا المرضى، مرضى سرطان ومرضى الاوتو اميون ديسوردرز، يعني هذا النوع من العلاجات بيجي لاكثر من فئه من المرضى، والاشهر اللي هم نون هودجكنز ليمفوما يسموهم ان اتش ال، الاوتو اميون ديزيزز زي اللي هم الناس اللي بتكسر عندهم البليتليتس في السبلين، زي طبعا مجموعات من الاوتو اميون ديزيزز، هذول الناس ممكن علاجهم، ممكن علاجهم بريتوكسوماب او اللي احنا بنسميه المابثيره. المابثيره زي ما قلت انا هو عباره عن تشايميريك ماوس هيومن مونوكلونال انتي بودي، تمام، جلايكوسايليتد اميونوجلوبولين، ركز معي اميونوجلوبولين جي 1، اميونوجلوبولين جي 1 كابا اميونوجلوبولين، الهيفي تشينز واللايت تشينز في نهايتها من الامام، في عندنا كان احنا ايه، في عندنا فيريبل ريجون، تتذكر في عندنا فيريبل ريجون، الفيريبل ريجون هي المنطقه الايه الاماميه، المنطقه الاماميه من الانتي بودي هي المنطقه المأخوذه من الميورين، والمنطقه الخلفيه من الانتي بودي اللي هي عباره عن الاف سي دومين مأخوذه من اللي هو ايه الهيومن طبعا هيومن كابا اند جاما كونستانت ريجونز، هذول عشان يشجعوا وظائف حنشوفها الان بالنسبه للانسان. اذا ريتوكسوماب زي ما انا قلت الجزء الاول منه اللي هو الفيريبل دومين من القطعتين اللي هي الكونستانت للاسف اللايت والهيفي، لانه هذه هيفي هذه هيفي وهذه كونستانت، هذه هيفي القصيره طبعا لايت وهذه ايه هيفي. فحنشوف احنا انه الفيريبل المنطقة هذه هي عبارة عن منطقة الميورين أنتي سي دي 20، سي دي 20 هو عبارة عن واحد من الكلاستر ديفرانشيشن ماركرز اللي هم موجودين على خلايا البي سيلز، على البي سيلز، أصل البي سيلز تمثل حوالي البي سيلز احنا نعرف انه التي لينفوسايت والبي لينفوسايت، أصل النون هودجكنز ليمفوما بيشمل كلاهما، لكن بيشمل بالأغلب اللي هم مين البي سيلز. فإحنا لما بنقول النون هودجكنز ليمفوما الان اتش ال بنقصد بمعظمهم تعين البي، المشاكل بتكون في البي سيلز، يعني الكانسر سيلز هي البي سيلز البي ليمفوما. الآن بدنا ماركرز للبي سيلز عشان نتخلص منها أو عشان نشجع قتلها أو اللي هو، فالماركر المعتمد بالنسبة للبي سيلز هو واحد من الماركرز المعتمدين هو سي دي 20، فسي دي 20 موجود على سطح خلايا اللي هو ايه، على سطح خلايا الليمفوما، على سطح خلايا الليمفوما اللي هي البي سيلز. الان مهم انه نفهم انه الفيريبل ريجون هي اصلها من الماوس، تمام، وهذا حترتبط هان، لكن عشان نقلل اللي احنا سميناه الرد المناعي الانتي ماوس احنا جبنا اللي هو باقي الانتي بودي من اللي هو مين من الهيومن. طيب الهيومن يعني الجزء الثاني، اذا احنا اول شيء قللنا الفائده، قللنا الرد المناعي، تمام، لانه ما كل ما كان اكثر في عندي فران او جزء من الفران من هذا الانتي بودي كل ما كان في عندي رد مناعي اكبر. الوظيفه الثانيه او الفائده الاخرى الموجوده في الريتوكسوماب، اسف في الريتوكسوماب، هو عباره عن انه احنا شغلنا الاف سي، الاف سي اللي هو عباره عن الجزء الخلفي، الاف سي اخذناه من الانسان وله القدره على تنشيط
السيتوتوكسيك تي سيلز، يعني هذا ممكن يرتبط بالسيتوتوكسيك تي سيلز وينشط اللي هو ايه جذب خلايا المناعه اللي اسمها سيتوتوكسيك تي سيلز، على اساس ايش تعمل؟ تعمل قتل لخلايا السرطان على سبيل المثال. ولذلك احنا ايش بنقول؟ بنقول انه هذا حيرتبط الفاريبل على السيلز الهدف اللي عباره عن البي سيلز، ان حيرتبط على السي دي 20، والجزء الخلفي حيرتبط على اللي هو ايه سيتوتوكسيك تي سيلز. كمان ممكن انه ينشط الجزء الخلفي غير السيتوتوكسيك تي سيلز، ممكن ينشط اللي هو الكومبلمنت سيستم. على هذا الاساس احنا بنقول الماب ثيرب يستخدم انتي سي دي 20. الجرعات تبعته طبعا في فائده ثالثه انا يمكن ما ذكرتهاش بشكل اساسي، لانها هي الفائده هذه ماخوذه من الليتريتشر، انه ما بياثرش على الهيماتوبويتيك بروجينيتور اللي هو سيلز، يعني ما بياثرش على نمو الخلايا الاصليه اللي ممكن تعطي تي سيلز واذر سيلز، بمعنى انه احنا ما بنقتلش جهاز المناعه كله اذا احنا استخدمنا الماب ثيرا. على كل حال الماب ثيرا بننزل نسبه اللي هم البي سيلز بشكل كبير. البرودكت بتبع او الانتاج بتبع الماب ثيرا بيكون مصاحب بمجموعه من الاديتيفز، صوديوم كلورايد، صوديوم سيتريت والهيدريت والبولي سوربيت، وحنتعرف على هذه الوظائف اللي بتحافظ على الاسموزيه وبتحافظ على البي اتش وبتحافظ على الاستابيليتي تبعت المركب. تمام، هذه الاديتيفز على اساس انه يعني يعيش فتره اطول. طبعا الماب ثيرا بيجي للناس بعده اشكال، لكن في الاشكال الشائعه هو 10 ملي جرام للملي في اللي هو ايه سنجل يوز فايلز. الان بالنسبه للماب ثيرا ك سيلز، السيلز لما انا سالت المره اللي فاتت قلت انه الهوست سيلز، الهوست سيلز مين هي السيلز؟ يعني انا هتلاقي في المحاضره بيجي نفس الكلام، عفوا زي كانه احنا بنشرح في الحصه هناك هتلاقي في مداخلات. يعني لما انا قلت في الكويز الهوست سيلز بمعنى انه مين السيلز اللي اعطيناها الجين، الجين سواء الجين فقط ميورين ولا الجين ميورين اند هيومن جين اللي احنا سميناها يعني انتاج جين مدمج. هذه السيلز اللي احنا حكينا عليها مين هي السيلز اللي بتنتج هذول الانتيبوديز؟ حتى الان احنا اغلب السيلز، اغلب الامثله اللي ذكرناها هي عباره عن، كل الامثله اللي ذكرتها عباره عن تشاينيز هامستر اوبيرز، بمعنى انه الحاضن الاساسي لانتاج هذول المركبات او هذه الادويه البروتينيه هو عباره عن سي اتش او سيلز. سي اتش او سيلز بتفرز اللي هو مين؟ بتفرز الرتوكسوماب اللي هو عباره عن 1328 امينو اسيد في اللي هو وفرة. طبعا في عندنا يعني ظروف للمزرعه، في عندنا هذا الكلام شرحته في الحصه او في الجزء الوجاهي اللي كنا نتكلم فيه، في عندنا ظروف للمزرعه، في عندنا امكانيه نزرع في سيرام، في امكانيه نزرع بدون سيرام، وفي عندنا يعني بعض الوسائل اللي احنا تكلمنا فيها ايام المحاضرات وقلنا انه الافينيتي كروماتوغرافي وظيفته انه نفصل البيوريفيكيشن، ممكن نعمل ان ايون اكستشينج كروماتوغرافي، في عندنا اكثر من نوع من الكروماتوغرافي لفصل اللي هو او نعمل بيوريفيكيشن للافرازات تبعت السيلز من المزارع. اذا الانتجريتد جينز يحقن في سي اتش او سيلز وبعدين بنستخلصه بايون كروماتوغرافي افينيتي كروماتوغرافي. الماب ثيرا او الرتوكسوماب سميناه انتي سي دي 20، انتي سي دي 20. الان لو انا يعني بدي اطلع على ميكانيزم اوف اكشن كويكلي، يعني في عندنا عده احتمالات. الاحتمال الاول انه هذا هو الماب ثيرا او الانتي بودي مونوكلونال انتي بودي، راح يتصل ب سي دي 20، راح يعمل
ليبيد ريديستريبيوشن حيأثر على التركيب الدهني في هذا المكان، وإله عدة باثويز داخل الخلية. الآن هذه الباثويز مختلفة من حيث الإفكت النهائي، حاجة على الصورة هذه، لكن في عندي زي ما احنا شايفين هنا خط المقطع في هذه الصورة بيأثر على أو بيدل على تأثير ريتوكسوماب. ريتوكسوماب هنا بيأثر على جينات مثل البي سي ال اكس ال، بمعنى انه اذا احنا اعطينا المريض ريتوكسوماب وطبط على سي دي 20 حينزل مستوى البروتين اللي اسمه بي سي ال اكس ال. احنا بنتذكر انه البي سي ال بي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال زي بعض، اثنين هذول زي بعض، بمعنى اثنين هذول بنسميهم احنا انتي ابوبتوتيك، هذول الاثنين ضد الموت. فالريتوكسوماب ايش بيعمل؟ بيعمل على تنزيل مستوى البي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال، بمعنى انه احنا بنشجع الايه؟ بنشجع الابوبتوزس، لكن احنا ما حدثنا ابوبتوزس مباشر بهذه الاليه، احنا بس شلنا معارضين الابوبتوزس. فلذلك هذا بنسميه احنا سنسيتايزيشن، بنسميه ايه؟ بنسميه سنسيتايزيشن. اصلا البي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال زي ما انت شايف هان وظيفتهم منع اخراج الايه؟ السيتوكروم سي، هذا المركب سيتوكروم سي من الميتوكوندريا. كلما خرج من الميتوكوندريا سيتوكروم سي اكثر، كلما كان في ابوبتوزس اكثر. بي سي ال 2 بي سي ال اكس ال بيمنعوا خروج سيتوكروم سي، وبيمنعوا تكوين الجسم اللي هان، هذا الدائره اللي هان، هذا الجسم اللي هان مع السيتوكروم سي بنسميه ابوبتوزوم، بنسميه ايه؟ ابوبتوزوم. اذا الابوبتوزوم هو عباره عن سيتوكروم سي اي بي اف 1 بروكاسبيس 9، بصير كاسبيس 9 لما يدخل في الابوبتوزوم. هذا الابوبتوزوم النشط يؤدي الى تحديث او قتل الخليه بتنشيط كاسبيسز اسمهم 3 و7 وفي واحد ثاني اسمه 6. الان هذول ال 3 و6 و7 الكاسبيسز هذول الثلاثه بتنشطوا بنشاط الابوبتوزوم اللي ايه؟ اللي الكاسبيس الابوبتوزوم تنشط من وجود سيتوكروم سي خارج الميتوكوندريا، مظبوط؟ هذا الكلام كله اسمه ابوبتوزس، اسمه انترنسيك ابوبتوزس، اسمه الابوبتوزس الداخلي اسمه ايه؟ اسمه انترنسيك ابوبتوزس. ولذلك احنا بنقول انه الانترنسيك ابوبتوزس هو عمليه فيها يتم خروج سيتوكروم سي وتجميعه مع هذه المركبات البروكاسبيس 9 واي بي اف 1 وتشكيل ابوبتوزوم، وهذا يؤدي الى تنشيط كاسبيس 3 و7 وهذا يؤدي الى تقطيع محتويات الخليه، ومن ضمن الناس اللي بتنشطوا او بنقصوا البروتين اللي اسمه بار، وهو علامه من علامات الابوبتوزس. الان انا اللي بدي اقوله في هذه النقطه انه شو علاقه ريتوكسوماب؟ علاقه ريتوكسوماب انه بنزل البي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال اللي هم اساسا معارضين لكل هذه القصه. شايف هنا البي سي ال اكس ال ايش بيعمل؟ بيعمل هذه الشحطه لما بتكون بهذه الطريقه يعني هذا ايه؟ تثبيط. لما بنعمل السهم بهذه الطريقه يعني راس سهم هذا تنشيط، لما بنعمل السهم بهذه الطريقه هذا ايه؟ تثبيط، هذا اكتيفيشن، هذا انهبيشن. فالبي سي ال والبي سي ال اكس ال، بي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال بيعملوا انهبيشن للابوبتوزس. هذا الباد والبيد بنشطوا الابوبتوزس، الباد والبيد بنشطوا الابوبتوزس، اتفقنا؟ طيب انا اللي بدي اقوله هان انه هدول البروتينات ومن ضمنهم اي بي اف 1 بتاثروا بالريتوكسيماب. الاي بي اف 1 ايش هو؟ هو واحد من المركبات تاعت الابوبتوزوم، يعني احنا في الريتوكسيماب بنساعد الاي بي اف 1، بنساعد الابوبتوزوم وبنثبط البي سي ال اكس ال والبي سي ال 2، يعني ان ريتوكسوماب سي دي 20 يشجع الابوبتوزز الداخلي اللي جاي من الميتوكوندريا. ارجع للصوره اللي قبل هان، عشان هيك بفضلوا بما انه بشجع الابوبتوزز، بشجع الابوبتوزز، لاحظ بشجع الابوبتوزز، بسكت مجموعه من البروتينات اهمها واحد بنسميه ارك،
ارك 1-2، ارك 1-2 شرحته قبل هيك وقلت انا عنه انه هو بروتين مشجع لعمليه السيل ديفيجن اللي احنا بنسميها بروليفريشن اند سيل ديفيجن. فالارك والاي بي تي والان اف كابا بيتا، والان اف كابا بيتا ترانسكريبشن فاكتور هنشوفه بعدين لاحقا بياثر على كثير من الميكانيزمات، والبيتا 38 ماب كي، هدول المجموعه بتثبطوا فيرتوكسوماب. يعني دخلنا فيرتوكسوماب معناته احنا بنثبط هذول الناس، اذا ثبطنا هدول الناس فاحنا مثبطين مجموعه البي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال. هدول الناس البي سي ال 2 والبي سي ال اكس ال بياثروا على الابوبتوزس. نحن بنقول اذا اخذنا فيرتوكسوماب فاحنا شجعنا الابوبتوزس اللي اسمه كاسبيس ديبندنت ابوبتوزس. كمان الرتوكسوماب ممكن ينعطى عشان هو مشجع، ممكن ينعطى مشجع للعوامل اللي بتعمل ابوبتوزز خارجي. اصل الابوبتوزز نوعين، انا قلت في ابوبتوزز داخلي، هذا الابوبتوزز اللي في الصوره هذه شفناه هو الابوبتوزز الداخلي، الابوبتوزز الداخلي اللي بيبدا من الميتوكوندريا. لكن في عندنا امكانيه نعمل ابوبتوزز من الخارج. هذا الاحمر هذا اللي هان، هذا عباره عن بنسميه احنا سيل ديث ريسبتور. هذا السيل ديث ريسبتور بيحتاج ليجند من هذه الليجندز فاس تي ان اف تريل. هذول الليجندز ممكن ينعملوا صناعيا، يعني احنا نعملهم ريكومبيننت بروتيناتهم ونجيبهم على اي شكل من الاشكال انت شايفها هنا اللي هو عباره عن هذه البدائل 1 و4 و3. هذه البدائل ايش ممكن تعمل؟ ممكن تنشط الريسبتورز اللي هان. هذا التنشيط للريسبتورز هو تنشيط للاكسترنسك ابوبتوزز، الابوبتوزز الخارجي. الابوبتوزز الخارجي بيعتمد على كاسبيس رقم 8. كاسبيس رقم 8 بتنشط عن طريق انه ليجند او مركب من الادويه الاخرى يساعد في تنشيط الديسك، ثم يساعد في تنشيط الكاسبيس 8. طبعا الديسك هو عباره عن ديث انديوسينج سايلنسينج، هذا عباره عن مركب. الديسك هذا مركب من ايه؟ مركب من الريسبتور اللي هان ومجموعه من البروتينات اللي هان. هذه اللي عباره هذا الديسك، هذا المركب اللي هنا الكومبلكس اللي هان، هذا المركب بيعطي تنشيط للكاسبيس 8. تنشيط كاسبيس 8 بيعطي قصه، يعني بنقص فبتنشط. الانكاسبيس 8 النشط بشغل الابوبتوزز ثاني. اذا الابوبتوزز ممكن يكون عن طريق السيل ديث ريسبتور والكاسبيس 8، وممكن يكون انترنسك عن طريق الميتوكوندريا. الان الريتوكسوماب بشجع التنين، بشجع الابوبتوزز الداخلي عن طريق تسكيت بي سي ال 2 بي سي ال اكس ال، وبشجع الاكسترنسك ابوبتوزز، بشجع الاكسترنسك ابوبتوزز عن طريق تسكيت الان اف كابا بيتا. اصله الان اف كابا بيتا مثبط الكيسز الخارجي، الموت الخارجي. الان اف كابا بيتا لما بتثبط فاحنا بنشجع الموت اللي اسمه الاكسترنسك ابوبتوزز. اذا احنا بنعطي الرتوكسوماب كعلاج بنعطى مع مين؟ بنعطى على اساس يحفز ان كومبينيشن، يعني مع عديد من الناس زي ما انت شايف هان الخيارات اللي هان. هذا فاس ليجند، هذا عباره عن اذرز مثال لاشياء اخرى، هذا التيل عشان الريسبتور. اذا في عنده اكثر من خيار. كمان في عندنا مابتوموماب اللي هو عباره عن هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي بينشط او بيعمل تاثير زي الليجند بتاعت التيل، يعني بنشط سيل ديث ريسبتورز الخارجيه. تمام، فهو بنشط الريسبتور اللي هي هذه هي الريسبتورز. احنا قلنا هذه ممكن تكون ريسبتور تحت التريل او تي ان اف او فاس، اي نوع من التريل من الريسبتورز. المابتوموماب عباره عن منشط لهذا الريسبتور، وتنشيط هذا الريسبتور بيعطيني ابوبتوزز. الان انت بتعطي التنين مع بعض، هذا الانتي بودي مابتوموماب والاسمه والرتوكسوماب اللي هو عباره عن الماب ثيرا، فبصير عندنا اللي هو اوجمنتيشن وتكبير للاشاره بتبعت اللي هو ايه السيل ديث، بيعطيني كاسبيس ديبندنت ابوبتوزز
بس اندبندنت ابوبتوزز، وبيشجع ذلك اللي هو ايه موت الخلايا السرطانيه. هذا بالنسبه للعلاج اللي اسمه او المونوكلونال انتي بودي اللي اسمه ايه اللي اسمه ماب ثيرا. الماب ثيرا از نوت هيومنايزد. الماب ثيرا ايش ماله؟ الماب ثيرا از تايميريك انتي بودي، لكن ينتج في السي اتش او سيلز زي ما احنا قلنا كل الناس اللي شفناهم لحتى الان. لكن الانتي بودي اللي احنا سميناه ماب توموماب اللي هو عباره عن الكومبينيشن، ممكن يكون كومبينيشن مع الريتوكسوماب، هذا عباره عن هيومنايزد انتي بودي، وحنتكلم فيه لاحقا او في النوع هذا من الانتي بوديز اللي احنا سميناه هيومنايزد. لكن حاليا الابسكسيماب هو مثال اخر من التشايميريك، لكن انا جبته مش عشان انه تشايميريك كاملا الصراحه. الابسكسيماب مهم لي ان افاجئك انه كمثال انه فقط التشايميريك فاب بمعنى اساسا ما فيش عندي الجزء الخلفي، الاف سي مش موجود اساسا. ولذلك احنا بنقول في الابسكسيماب هو عباره عن الابسكسيماب هو عباره عن ايه؟ عباره عن فاب فراجمنت اوف تشايميريك هيومن ميورين انتي بودي. تمام؟ اذا هو كان في الاساس ميورين هيومن اثنين، والخلط بينهم بيعطيني في منطقه الفاريبل فقط، في منطقه الفاريبل يعني الفاريبل ريجون فيها جزء ميورين وفيها جزء او الفاب ريجونز فيها منطقة فيها ميورين ومنطقة فيها هيومن. هذه المنطقة أو هذا التركيب بنسميه أبسكسيماب. الأبسكسيماب هذا بيرتبط على إيه؟ موجه لإيه؟ موجه الفيريبل بارت تبعه موجه لمين؟ موجه للجلايكوبروتين جي بي 2 بي 2 ألفا أو 2 إي ريسبتور اللي موجودة على البليتلت، يعني بيرتبط على هذه المستقبلات اللي هي موجودة أصلاً على الصفائح. الصفائح بتستخدمها عشان تعمل أجريجيشن لما إحنا بدنا نعمل كلوت، فإحنا بنقول إنه كل ما صار في عندي ارتباط بين الصفيحة والصفيحة لهذه الريسبتورز في عنا تكوين لجلطات. تمام؟ فإذا إحنا بدناش نكون جلطات، بدنا نمنع تكوين هذه الجلطات أو بدنا نزيد سيولة الدم، ممكن نستخدم اللي هو إيه الأبسكسيماب على زيادة على سبيل زيادة اللي هو السيولة، لكن بمنع اللي هم مين هدول الجلايكوبروتين ريسبتورز إنهم يتصلوا ببعضهم البعض. طبعاً it's clear colorless sterile مش عارف إيه بنعطى IV ما علي من الكلام. المعلومة هنا مهم أن أقول أنه 15 يوم يبقى على الصفائح، بمعنى أنه عنده فترة طويلة يبقى على الصفائح بالرغم أنه 10 دقائق فقط يبقى في الدم حر، بمعنى إذا أنت لقيته في إذا أنت عملت حق آي في الآن بعد 10 دقائق بخلص من الدم تقريبا أو بتنزل نسبته بنسبة كبيرة جدا خلينا نقول، لكن بعد 15 يوم حتلاقيه موجود، لكن مش موجود في الدم بشكل فري، حتلاقيه مرتبط على مين؟ على الصفائح، أصل المكان تبعه الأساسي هو إيه؟ أنتي بليتلتس، حتلاقيه مرتبط على مين؟ على الصفائح، وبزود يعني حسب التجارب اللي عندنا بزود فترة اللي هو إيه؟ اسمها التجلط من مثلا 5 دقائق أو حوالي 5 دقائق الى اللي هو 30 دقيقه، يعني بيعمل عمليه سيوله للدم. هذا اللي اسمه ابسكسيماب. المهم في الابسكسيماب ان انا جايبه مثال على فاب فراجمنتس نوت توتال، ما فيش لزوم للاف سي. الانتي بودي الثاني الرقم 3 اللي انا بدي انتقل له او اللي هو الثاني من النوع في هذه المحاضره هو عبارة عن الانتي بودي اللي اسمه التراسبوزوماب. التراسبوزوماب هو عبارة عن انتي بودي هذا الانتي بودي بنسميه هيرسبتين. الهيرسبتين موجه، طبعا انا بيهمني ان نفهم قبل ما نقول نوجه لمين انه هو هيومنايزد. هيومنايزد يعني
يعني مش variable region، مش ال variable region هي جاي من الفار، لا جزء أقل من ذلك فقط هو اللي جاي من الفار. ولذلك احنا عندنا قديش 95% من الانتيبودي جاي من الهيومن، وفقط 5% جاي من وين؟ من الماوس. هذا الكلام اسمه humanized. احنا لما صنفنا الانتيبوديز صنفناهم على عدة تصنيفات حسب كمية اللي هو مين الانتيبودي. وقلنا في عندنا واحد سميناه ميورين، ميورين انتيبودي اللي هو كليا من الفار. بعدين في عندنا حدا اسمه تشايميريك زي اللي تو شفناه، المابثيرا تشايميريك انتيبودي او الابسيكسيماب انتيبودي. بعدين جينا اللي هو الان نتكلم على تراستوزوماب. التراستوزوماب هو عباره عن الهيرسبتين، هو عباره عن هيومنايزد انتيبودي انتي اتش اي ار 2. الاتش اي ار 2 معروف عنه انه هو عباره عن ريسبتور ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. في منه different types، هتلاقي HER2 عدة أنواع من HER2 3 4، بمعنى epidermal growth factor receptors، epidermal growth factor receptors. وهذا epidermal growth factor receptors زي ما أنت شايف في المثال أو في الصورة العلوية هان، إيش اللي بيصير؟ انه الابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور بيحتاج ابيديرمال جروث فاكتور عشان يتنشط، او انه ابيديرمال جروث فاكتور منشط بنشط ابيديرمال جروث فاكتور مش منشط. ولذلك في عندنا عده وسائل للاكتيفيشن تبع الابيديرمال جروث فاكتور اللي اسمه HER2 ريسبتور. الان هذا HER2 ريسبتور في الخلايا موجود في أكثر من مكان في خلايانا في جسمنا، موجود في البريست، موجود في القلب بشكل طبيعي، موجود في القلب، موجود في أكثر من مكان، لكن بتلاقيه في مكان أو في الأماكن اللي فيها التيومرز خاصة في البريست كانسر. هو يستخدم كبايوماركر. إيش يعني بايوماركر؟ يعني هو بيصير له أوفر إكسبريشن، أو بيصير له أوفر إكسبريشن في جزء من سرطانات الثدي. الآن كل مكان في عنا over expression من هذا البروتين، معنى ذلك إنه إحنا ممكن نقول إنه الخلايا السرطانية معتمدة على هذا البروتين في الانتصار، تمام؟ فمن المفيد لو حاربناها، يعني من المفيد إنه إحنا نوجه حاجة تعطل ال HER2، تمام؟ إذن ال HER2 over expressed في البريست كانسر، لكن ال HER2 موجود وين؟ موجود في أكثر من نوع من السيلز، ومن هذه السيلز موجود في اللي هي الكاردياك مسل. أنا بدي تشوف الـ HER2 كفانكشن بعد ما نشطناه بأي آلي من الآليات، سواء كانت الليجند أو الارتباط مع other HER2 receptors. بدي أياك تشوف إنه له أثرين أساسيات. لو جينا هنا نشوف في B مثلاً الـ HER2 activation إيش بيؤدي إلى؟ بيؤدي إلى تنشيط مسار بيبدأ من عند BI3K، BI3K بروتين، تمام؟ هذا الـ BI3K بيؤدي إلى تنشيط مسار بنسميه إحنا BI3K AKT، BI3K AKT. فكل ما انت بتتكلم طبعا عبر فيها وسائط يعني مش مباشر، BI3K AKT signaling pathway. هذا الباثوي اذا تنشط فهو عبارة عن باثوي مسؤول عن البروليفريشن، مسؤول عن سيرفايفل، وعن الموتيليتي. هذه ثلاث صفات من صفات الخلايا السرطانية، يعني كثرة الانقسام واللا محدود، تمام، والحياة التي لا موت فيها، والموتاليتي الحركة. هذول من صفات الكانسر سيلز. إذا لما بتنشط المستقبل هذا بيؤدي إلى تنشيط الايه الاكتي، وهذا بيؤدي إلى تنشيط الامتور اللي اسمه ماميليان تارجت أو رابامايسين، وبينشط اللي هو البروليفريشن والسيرفايفر، وبينشط الموتاليتي.
لكن انا بدي انوه لبروتين هنا صغير موجود في المنطقه هذه، هو عباره عن البي 10. بي 10 بي 10 هو عباره عن المثبط الطبيعي لهذا الباثوي. يعني اذا انت بدك تقول في الخليه الطبيعيه كيف بيتم تثبيط هذا الباثوي، بتقول بالبي 10، مركب اسمه بي 10. لكن في خلايا الكانسر غالبا البي 10 ملغي، ولذلك بتلاقي انه هذا الباثوي شغال بشكل. كمان لما نطلع على ال HER2 مش بس شغل هذا الباثوي، شغل راس راف ميك ارك. اسمعوا مني عن هذا الباثوي، راس راف ميك ارك بالاساس هو عباره عن 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 مسار للسيل سايكل، بمعنى انه ايضا يؤدي الى البروليفريشن ويؤدي الى توقيف الابوبتوزز ويؤدي الى تنشيط اللي هو مين، تنشيط الانجيوجينيسيس. هذا الكلام اللي هنا في هذا المكان مش موضح انهيبيشن ولا اكتيفيشن، لكن احنا بدنا نفهم انه هو الباثوي، هذا تنشيط هذا الباثوي بيؤدي الى السيل بروليفريشن، بيقلل السيل ديفرانشيشن، بيزود المايجريشن، بينقص الابوبتوزز، بيشجع الانجيوجينيسيس. هذه هي عباره عن الصفات اللي بيأثر عليها هذا الباثوي. اذا التنشيط ريسبتور خطير جدا، تنشيط هذا الريسبتور، عشان هيك خلايا السرطان بتعتمد عليه بشكل اساسي، وعندها عده وسائل لانها تنشط هذا الريسبتور. الان باك تو اندرستاند ايش وظيفه الهيرسبتين. الهيرسبتين بنعطى نيو ادجافنت او ادجافنت قبل العلاج او بعده، يعني قبل جراحه مثلا، قبل جراحه على اساس اسمه للورم، او بعد الجراحه على اساس يعمل تقليل عمليه خطر اللي بيصير للريكرنس. طبعا كمان بينعطى في الميتاستيك تريتمنت، بينعطى في اكثر من ظرف اللي هو الهيرسبتين او اللي هو اسمه لتاستوزوماب. بينعطى على اساس انه يقلل من الانقسام ويشجع الموت تبع خلايا البريست كانسر سيلز، بس شرط انها تكون عندها HER2. يعني ما بنفعش انا اروح اعالج مرضى سرطان مرضى الثدي، مرضى سرطان الثدي بايه؟ بانه اعطيهم هيرسبتين مباشر من دون ما اعرف مستوى ال HER2 على خلاياهم. احنا لازم نفهم طبيعه الخلايا. طبعا هذا الانتي بودي ايضا ينتج في التشاينيز هامستر اوفري سيلز، وزي ما قلت انا انه نسبه الماوس بارتس في قليله جدا، النسبه تبعت الماوس قليله جدا. لكن قبل ما اروح على الماوس واقول قديش قليله جدا، هذا الانتي بودي انتج بميونايزيشن بالفئران اللي اسمهم او المايس اللي اسمهم بالب سي مايس. البالب سي مايس مفضلين عن بعض الاذر سبيشيز من الفئران على انهم بيعطوا يعني كثره في الانتي بوديز، خلاياهم تعطي كثره في من الانتي بوديز، وكمان بتعطي diversity اعلى. طبعا انت لك ان تختار، احنا قلنا انه انت بس تاخذ البي سيلز بتنقي منهم نجا بناء على ايه؟ بناء على الاختبار اللي حتعمله، مين افرزت انتي بوديز احسن، مين افرزت انتي بوديز اكثر. فعندما يكون عندك تنوع اكبر فهذا بيكون ايجابي، وهذه الفئران لديها قدره على انتاج يعني diversity عالي من الاميونو جلوبيولينز. على كل حال طبعا خطوات تحضير المونوكلونال انتي بودي مرت معنا المره اللي فاتت، وقلنا احنا انه بناخذ البي سيلز وبنحتضنهم في اللي هو ايه، في المزرعه، وبنعمل هايبريدوما، وبعدين حنختبر الهايبريدوما انتجت ولا ما انتجتش اللي هو المضاد الانتي اللي اسمه المونوكلونال انتي بودي، على اعتبار انه يعني في عندنا مثلا HER2 في ويل، وبنعمل اللي هو ايه بالإلايزا ارتباط بينهم، وبنقيس الابزوربشن مثلا قديش في عندنا، وهذا قلنا انه هو عباره عن الان فيترو اسي. ممكن نقيس احنا على الفئران مباشر، بمعنى يعني اذا كان في عندنا ورم معين نشوف اثره على هذا الورم بشكل ان فيفو، عشان نختبر وناكد انه هذه الفئران او هذه الانتي بوديز موجوده من هذه الكلون. يعني كفاءه نستخدم او نقيس كفاءه الانتي بودي، ممكن تقيس كفاءته انه لزق ولا ما لزقش في الويل، لكن ما بنفعش هذا لحاله، بلزمنا انه نختبره على الفئران ونشوف القدره
بعد هذا الانتيبودي على تقليل انقسام الخلايا السرطانيه. تمام. هيومنايزيشن اوف مونوكلونال انتيبودي، انا قلت هذا الكلام وقلت انه جزء بسيط، جزء بسيط من الانتيبودي هو عباره عن جزء من مين، من الفاريبل بارتس من البوث الهيفي واللايت، موجود يعني اصله بيورين، بيتاخذ وبيتركب على اف سي جاما 1 اللي هو مين هيومن كونستانت ريجون. طبعا الهيومن كونستانت ريجون مره ثانيه بيشجع السي دي سي اللي هو الكومبلمنت سيستم، وبشجع كمان الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي اللي هو عباره عن تنشيط السيلولار سايتوتوكسيسيتي. اذا وجود الاف سي جاما هيومن بنشط تو تايبس اوف اللي هو اميونيتي. يعني لما بيجي الانتي بودي خلينا نشرح هون، لما بيجي الانتي بودي هذا هو الانتي بودي، هذا الانتي بودي، الانتي بودي احنا المنطقه هذه هي منطقه الفيران، هي منطقه الفيريبل ريجونز المأخوذة من الفيران، هي عباره عن two sets of six complementary regions. يعني هو عباره عن ست اجزاء طب مأخوذ من الشقتين طبعا، من اللايت والهيفي فيريبل ريجونز. يعني هو عباره عن 5% اللي انا قلت عليهم في الاول، 5% مأخوذين من الفار، وال95% من وين؟ من الانسان، من الكونستانت ريجون بتاعت الانسان. ولذلك احنا بنتكلم على انه التراستوزوماب حترتبط بناء على الفيريبل ريجون اللي جزء منها بالاساس اللي هي الكومبلمنتري. بتتذكر لما كنا نقول الكومبلمنتري ديتيرمايند ريجون اللي هي عباره عن منطقه السي CDR. تذكر لما احنا قلنا في الانتي بودي في عنا CDR وهذه CDR الان مأخوذة من الماوس، مأخوذة من الماوس، عشان سميناه humanized، سميناه humanized. طيب هذا الانتي بودي حيرتبط على مين؟ حيرتبط على ال HER2 في منطقة في الدومين 4، الدومين الرابع، في هذا المكان، هذا المكان هنا، هذا المكان، هذا هو الترستوزوماب في هذا المكان. هذا الاتصال حيعيق الدايميرايزيشن، اخذ بالك، حيعيق الدايميرايزيشن بين التو ريسبتورز HER2 اللي جنبه او HER2 اللي جنبه. واحنا قلنا الدايميرايزيشن واحد من الوسائل اللي بيشجع فيها او بيصير اسمه اكتيفيشن من دون لايجند او بلايجند. اذا هذا الاتصال ممنوع لانه الترستوزوماب اتصل هان، تمام؟ ما فيش اتصال بين اثنين ريسبتورز واكتيفيشن، وانما صار في عندي حاله اسمها inactivation لمين؟ لل HER2. يضل الدومين الخلفي، هذا الدومين الخلفي، هذا الدومين الخلفي حيتصل زي ما احنا قلنا باللي هو مين؟ ال FCR ريسبتورز اللي موجوده على ال White PCs، تمام؟ وهذا احنا بنسميه سيلولار اللي هو سمينا immunity antibody dependent ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity اللي هو عبارة عن المنطقة أو الجزء المعتمد على الخلية هذه إنها تيجي ترتبط على الانتيبادي بهذا الجزء، وهذا الارتباط على الانتيبادي بهذا الجزء راح يخلي الخلية ذات السيلولار تعمل فاجوسايتوزيس أو التهام أو سمية أو إفراز مواد عليها على الخلية الهدف وتقتلها، اللي هي من هذا الخلية الهدف اللي هي الخليه اللي اسمها تيومر سيلز. اذا نحن بنتكلم انه هذا الانتي بودي الان تمكن من الارتباط على الاتش ار 2 من ناحيه، وجذب اللي هو مين الوايت بيسيز من الناحيه الاخرى، وهذا اللي احنا سميناه اي دي سي سي. اتفقنا؟ ما امشي عن الانتي بودي. طبعا انت لاحظ انه انا قلت انه لازم تفحص المرضى على موضوع ال HER2 اذا عندهم اصلا اوفر اكسبريست HER2. ما ينفعش انك تعطيهم هيرسبتين وهو ما عندوش اصلا HER2. هذا هو الترستوزوماب، بيمسك اثنين في مكانين، ومعنى ذلك انه احنا عطلنا عمليه الاقتران، تمام؟
طيب الآن الاقتران بالأساس هذا أدى إلى inhibition of cancer cell proliferation إذا أنت حطيته هان، لكن أنا يعني حبيت أفرجي بس منظر آخر لوجود هذه الريسبتورز على عضلات القلب، تمام، أو على خلايا القلب اللي احنا سميناها الكارديومايوسايت. الخلايا هذه إيش عليها؟ عليها الاتش، وأنا قلت إنه الاتش اي ار 2 موجود في أكثر من مكان من أنسجة الجسم، لذلك حتى العلاج الموجه، يعني أنا حاب أقول هنا النقطة إنه هذا العلاج إحنا إيش بنسميه؟ بنسميه العلاج بالنقطة الأنتيبوديز، بنسميه targeted drugs. targeted drugs أو هو جزء من targeted drugs. أصله في targeted drugs مش بيولوجية، ولكن هذا biological targeted drugs. يعني في عنا اللي مش بيولوجيا، مثلا ممكن يكون لابتينيب، جيفتينيب، حنيجي لبعضهم الآن تاني، لكن هذول لك مركبات كيميائية وموجهة ناحية الـ EGFR اللي بيجي من الكوستاتر ريسبتور. لكن هذا الأستوزوماب هو مونوكلونال أنتيبادي بيولوجيكال كومباوند موجه نفس التوجه، موجه للـ HER2، وهذا التوجه تبع المركب ايش بيعطيني؟ ركز، بيعطيني inhibition في مكان، ولكن بيعطيني سمية في مكان آخر، لأنه من وظائف الـ HER2 هان إنها تتصل مع الـ HER4 في هذا المكان. وعلى فكرة الـ HER4 مش واضح له دور في الـ cancer cells على عكس الـ HER3. الـ HER2 لما يمسك مع الـ HER2 أو مع الـ HER3 هذا معروف عنه إنه مشجع للـ activation للـ cancer cells، إنما مع الـ HER4 مش موجود هذا النشاط. يعني الـ HER4 مش متورط في موضوع تنشيط الخلايا السرطانية. فالـ HER4 ترتبط مع مركب بروتين اسمه NRG1. هذا الحدث له علاقة بإيه؟ له علاقة بتقليل نسبة العوامل السامة التوكسيك ماتيريالز اللي موجودة في الخلايا العضلية. فإحنا بنقول الستريس تبع الخلايا العضلية بيتم التخلص من جزء منه بهذه المركبات. هذا الستريس ممكن احنا نزيده اذا احنا اعطينا ترستوزوماب، لانه حيمنع هذا التواصل بين هدول الناس، بمعنى انه احنا ارتبطنا على الـ HER4 وعطلنا الـ HER4 والذي هو ليس له علاقة بالكانسر سيلز، وهذا سايد افكت لمين؟ لهذا الدواء اللي هو عبارة عن الترستوزوماب. الترستوزوماب it's very important monoclonal antibody، عشان هيك أخذ معنا يعني حصة واثرة من الكلام. طبعا أنا يعني قلت إنه يصنع في البالب سي مايس، وقلت إنه سي اتش او سيلز، وضحت هذا الكلام، وضحت الفصل. الآن بس في لابتينيب، وهذا النقطة أيضا يعني جيد إنه أنا أمر عليها من باب اللي هم الناس اللي سألوني المرة اللي فاتت في موضوع في الكويز، قالوا انه الاي تي بي وما الاي تي بي. صحيح اللابتينيب شبيه بالجيفتينيب، انه بيعطل الاوتوفوسفوريليشن الداخلي، يعني من الداخل، يعني احنا بنتكلم عن الدومين الداخلي. الدومين الداخلي من اللي هو اسمه ايه، من الـ HER2. فاحنا نفس التوجه، بمعنى انه هذا targeted drug، هذا targeted drug، لكن targeted drug chemical، يعني بسموه كيموثيرابي او علاج كيماوي او اللي هو، لكن موجه ناحية ايه؟ موجه ناحية الـ EGFR. الـ EGFR الان اللاباتيني بالمفروض انه بيعمل عملية يعني تثبيط للـ HER2، وهذا بيؤدي الى ان الخليه تعمل internalization وdegradation للريسبتور، وبذلك احنا بنحكي انه هذا الريسبتور تم تعطيله وتم التخلص منه. تمام، هذا خلصني من الريسبتور اللي هو عباره عن ريسبتور المشجع للانقسام، مشجع لمش عارف الكلام اللي قلناه. الان بالنسبه لللابتينيب ايضا بيشجع اللي هو الابوبتوزس، تمام، انه عباره عن مركب كيميائي بنشط خروج سيتوكروم سي من اللي اسمها من الميتوكوندريا، وهذا اللي احنا حكينا عليه قبل شوي اللي هو ابوبتوزيس. تمام، اذا الحدث تبعنا الان انه اللاباتينيب له اثر على الابوبتوزيس، اللاباتينيب له اثر على السيل سايكل ارست، بوقف السيل سايكل، بيعمل السيل سايكل ارست، يعني بنشط
سيل سايكل الريسك، وهذا كله ايجابي للابتنيب. لكن ممكن احنا نستخدم اللابتنيب مع مين؟ مع الترستوزوماب ان كومبينيشن، عشان نضمن انه تم التثبيط من الخارج وتم التثبيط من الداخل. كلاهما بيؤدي الى inhibition of tumorigenic signals pathway، اللي هي زي ما انا شرحتها قبل شوي مجموعة واسعة من الباثويز اللي هي بنشطها مين؟ بنشطها ال HER2 اللي هي BI3K AKT MAPK، كل هذول الناس راس غاف ميك إرك، هذول الناس اللي بنشطوا مين؟ بنشطوا السيل سايكل. والسيل سايكل طبعا تنشيط السيل سايكل هو عبارة عن تنشيط سيل ديفيجن، اتفقنا؟ هذا الكلام بالنسبة للي اسمه تراستوزوماب. يعني أنا هيك مريت على humanized antibody وhumanized antibody important، هو عبارة عن الترستوزوماب. والآن أنتقل إلى نموذجين بسيطين سهلين خفاف، هم عبارة عن bispecific antibodies. والفكرة في bispecific antibodies بسموه soluble carrier system، هو soluble carrier system for targeted delivery of. تعالت نشوف إيش يعني bispecific. إنه إحنا في عنا جزئين والجزئين هدول مختلفين من antibodies، يعني جزئين مختلفين variables تعين antibodies، كل واحد فيهم له target، كل واحد فيهم له target. أنا بدي أجي مباشر على الصورة هان وأوضح التالي. تعال نشوف الآن، هذه عبارة عن CD19 cluster differentiation 19. وسمعت مني عن cluster differentiation قبل هيك؟ لما سمعت إيش سمعت؟ سمعت cluster differentiation هو عبارة عن اللي هو ماركرز أو بروتينات موجودة على اللي هو الخلايا تبعت اللي هو المناعة، على سبيل المثال الليمفوسايتس قلنا هو سي دي 20، هذا سي دي 19. إذا سي دي 19 ممكن تلاقيه على خلايا اللي هي الكانسر سيلز تبعت جهاز المناعة، يعني زي الليكيميا أو اللي هو إيه أو الليمفوما، تمام، على الليمفوسايتس. إذا احنا في عندنا سي دي 19 على الكانسر سيلز، طيب في عندي التي سيلز، التي سيلز النورمال تي سيلز عليها سي دي 3. الان بدي حدا يمسك سي دي 3 هذا ويمسك هذا اللي اسمه ايه سي دي 19 ويقربهم على بعض تقريب. هذا الكلام ممكن تعمله تو انتي بوديز، يعني هذا تجيب لهذا انتي بودي، هذا تجيب له انتي بودي وهذا تجيب له انتي بودي. لكن انا شو فائده الاف تي اللي هو المنطقه الخلفيه في هذه الحاله وفي هذه الحاله؟ هذه الحاله حنجيب لها ايش مثلا؟ حنجيب الاف سي دائما بده يجيب خليه مناعه اخرى، انا ما بدي خليه مناعه اخرى هان، لكن انا ايش بعمل؟ باخذ المنطقه هذه اللي بتمسك هان اللي هي هيها هذا 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 هذه المنطقه هي مونوكلونال انتي بودي يمسك هان بس من دون الاف سي، بس المنطقه تحت الفم الاف سي اللي شفناها تمسك على مين؟ تمسك على الصفائح. فهذه المنطقه variable region تمسك على مين؟ على ال تي سيلز الريسبتورز اللي هم سي دي 3. طيب وهذه المنطقه هي عباره عن variable regions تمسك على CD19 من التارجتد اللي هي مين؟ كانسر سيلز. بهذه الحاله احنا ايش بنكون عملنا؟ بنكون بس جبنا عمليه اقتراب قربنا الاثنين اللي هم عباره عن التي سيل والتارجتد سيل. هذا الاقتراب تم بمين؟ تم ب المونوكلونال انتي بودي اللي هو بس بتكون من فيريبل لكن بنسميه باي سبيسيفيك. هذا سبيسيفيك سي دي 19 وهذا سبيسيفيك لمين؟ هذا سبيسيفيك ل سي دي 3، هذا سبيسيفيك ل سي دي 3. وعندنا بليناتو موماب هو عباره عن سي دي 19 دايركتد والسي دي 3، الاثنين مع بعض هذول انتي بودي واحد. اخر انتي بودي حمر عليه بشكل سريع هو عباره عن الكونجوجيتد، وهذا مثال مهم لكن مختصر. المهم في الفكره انه احنا على سبيل المثال بدنا نهاجم سي دي 20. ايش سي دي 20؟ احنا قلنا كلاس ديفرنشيشن 20 اللي هو نفس ريتوكسوماب مكان يهاجم مثلا مثلا اي سي دي 20 بدنا نهاجمه الان على سبيل المثال بانتي بودي، لكن نقرن مع الانتي بودي سايتوتوكسيك ماتيريال، حاجه سامه ترتبط على الانتي بودي. هذا الانتي بودي كامل عادي
لكن تربط عليه، وممكن ما يكونش كامل، ممكن يكون بس الريجون اللي هي الفاريبل، وتربط عليه اللي هو مين توكسيك ماتيريال او راديو اكتيف ماتيريال. ها اذا توكسيك ماتيريال ماده سامه او ماده تعمل اشعاع، تربطها على مين؟ على الانتي بودي اللي اسمه مثلا انتي سي دي 20 زي ابريتوموماب، توكسيتان اللي هو عباره عن الماده السامه المشعه. اذا هذه ماده مشعه تستخدم في العلاج الاشعاعي اساسا للكانسر سيلز، وهذا الانتي بودي. الان الكونجوجيشن بينهم، الكونجوجيشن بينهم بس وظيفه الانتي بودي انه يمسك على مين؟ على السي دي 20، فيروح يلزق بالانتي بودي الان بالسي دي 20 على الخلايا السرطانيه، والماده المشعه هذه تقتل الخليه السرطانيه وتقتل مين؟ تقتل اللي حواليها. ولذلك بتكون انت بس وجهت العلاج الكيميائي او الاشعاعي باتجاه الخليه السرطانيه مستخدما تقنيه المونوكلونال انتي بوديز. تمام، هذا هو اللي هو الجزء تبع الانواع تاعت الانتي بوديز. انا حاولت امر على الانتي بوديز من كافه جوانبها. المره الجايه حاتعرض لبعض الميثودز اللي احنا بنسميها ريزيستنس، كيف تفشل الانتي بوديز. الله يعطيكم العافيه.